طيب تعالوا نكمل بقى ان شاء الله الموضوع بتاعنا النهارده. من اخر مره كنا اتكلمنا فيها كنا اتكلمنا على الباكج مانجمنت، واتكلمنا في المره الاولانيه عن اليوم لو حد فيكم فاكر، والمره الثانيه كنا بدانا نتكلم على الار بي ام. تمام، هنكمل ان شاء الله النهارده بقيه الموضوع بتاعتنا دي. النهارده قبل اي حاجه عشان نخلص بس وننجز الموضوع ده وننجز التراك التاني معانا، في موضوعين رئيسيين عندنا النهارده. الموضوع الاولاني اللي هو اليام سيرفر عايزين نعمله النهارده، يعني احنا لحد دلوقتي عمالين نستخدم اليام ككلاينت، يام انستول كذا وبيروح الكلاينت اوتوماتيك للسيرفر يداونلود الباكجز ويبدا يعمل لها انستول. النهارده لا، هنعمل السيرفر وبعد كده نخلي الكلاينت او نكونفيجر الكلاينت ان هو يبص على السيرفر يجيب منه الباكجز ويعمل لها داونلود. ده التاسك بتاعتنا الرئيسيه. الحاجه الثانيه النهارده هوريك كم المعاناه اللي انت ممكن تعانيها لو حبيت تعمل سورس كود انستوليشن. خلاص، وهحب اعمل لكم مثال على كده على حاجه احنا هنعملها في المستقبل ان شاء الله في التراك الثالث اللي هي البروكسي سيرفر. حد فيكم فاكر البروكسي سيرفر او حد سمع عن البروكسي سيرفر قبل كده؟ بلاش فاكر ديت. تعالى كده نجيب اي بروكسي سيرفر او اي باكج حتى نعمل لها داونلود ونحاول نعمل لها سورس كود انستوليشن ونشوف كم المعاناه اللي هنعانيها معاها. تمام كده؟ تمام. عشان اجرب اللي انا عايز اعمله النهارده محتاج يكون عندي مكانتين. المكنه الاولانيه هعمل لها سيت اب كيام سيرفر، المكنه الثانيه هعمل لها سيت اب كيام كلاينت. تمام كده؟ ها ماشي؟ يبقى انا دوري النهارده او اللي انا هعمله النهارده بسيط جدا، مفيش اي اختراع فيه خالص. الحاجه الاولانيه اللي هعملها النهارده هتكون مكنه هستخدمها كيام سيرفر، ومكنة تانية هتكون هي الكلاينت بتاعي. خلاص، وبعد ما اعمل المكنة دي هكونفيجر المكنة دي ان هي تروح تبص على السيرفر عشان تعمل داونلود الباكجز منه. تمام كده، ده كل اللي هعمله. يبقى ده الجزء الاول من اليوم بتاع النهارده. تعال كده نطبق الكلام ده. قبل اي حاجة محتاج يكون عندي مكانتين. تعال كده نشوف ايه اللي موجود عندنا هنا. تمام، عندي انا عندي هنعمل شوت داون كده المكنه دي قبل اي حاجه. خلاص، المكنة دي بقت داون اهي. تمام كده، تعالى نعمل ماشين تانية. الأول تعال نروح فين 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 هنا كده. أنا في عندي فيرتشوال ماشينز، كان في عندي مكنة واحدة موجودة هنا اهي. طيب كلام جميل، تعال نعمل لها كلون كده المكنة دي. فين؟ تعال نعمل create full clone وهسميها synths client. ممتاز، وتعال ناخد كلون كمان مرة للمكنة دي، نخلي المكنة دي بقى بيز بدل ما نقعد ننستول كل شوية. وتعال ناخد كلون من المكنة دي. ممتاز، اللي انا عملته عشان ما اقعدش اضيع وقت كل شويه، سبت المكنه دي زي ما هي ما لمستهاش، خدت منها كلون صوره طبق الاصل منها. تمام، وعملت منها مكانتين جداد، الاولانيه هتكون الكلاينت والتانيه هتكون السيرفر. ها واضحه كده؟ تعال نستارت المكانتين دول بقى. الاول قبل اي حاجه عايزين نشوف السيتنج بتاع المكانتين دول، هل عليهم enough resources ولا لا. تعالى كده نروح البروسيسور ميموري بتاعتهم.
انا مدي المكنه دي 2 جيجا ممتاز، اعتقد مفيش مشكله، والمكنه التانية اكيد زيها لانها كلون منها، فانا كده ممكن استارت المكنتين من غير اي مشاكل. تمام جدا، تعالى كده نروح نشوف الاي بي ادرس بتاع كل مكنه ايه. اي اف كونفج كده مش موجود. طيب اي بي ادرس شو الاي بي بتاعها 132. ودي المكنه دي اللي هي روت، هنعمل لوجن بيه كده ونشوف الاي بي ادرس بتاعها، ودي الاي بي ادرس بتاعها 133. ممتاز، يبقى انا كده عندي مكانتين، المكنه السيرفر الاي بي بتاعها 133 والكلاينت 132. جميل جدا، شكرا. تعال بقى نروح للترمينال مره ثانيه كده، فنعمل اس اس اتش على 132 اهي. وتعالى نعمل كونكت على المكنة التانية اللي هي 33. الباسورد اعتقد غلط. تمام كده اشتغل. هي 33 دي كانت المكنة اللي هي سيرفر. ممتاز جدا. طيب تعالى عشان ما اعذبش نفسي بقى وانا شغال اعمل ايه؟ تعالى ندي لكل مكنه الاسم بتاعها، هوست نيم خليه لي سيرفر مصطفى دوت كوم، خلاص هوست نيم بتاع الحاج ده، خلاص عملنا له ست الهوست نيم. وتعالى نسيت هوست نيم المكنه دي بدل ما انا معذب نفسي، وأقول لها host name. جميل جدا، تعال نعمل log out، login مرة ثانية. ممتاز، والمكنة دي تعال نعمل log out ولوجن مرة ثانية. جميل، ليه اللي انا عملته دول؟ عشان بس اكون عارف بتعامل مع انهي مكنه، عشان دايما ما اتلخبطش في التعامل مع المكنه. خلاص انا دايما بحب اخلي كل مكنه الاسم بتاعها المميز بتاعها، عاده يعني، مش عاده، في الطبيعي ان انا بحب اعمل كده، كل مكنه بيكون لها الاسم بتاعها بدل ما انا بعذب نفسي وبعذب الناس اللي معايا ما يبقوش عارفين بيشتغلوا انهي مكنه، خصوصا لو بتنقل كومنتس كوبي بيست ما بين مكنتين ولا حاجه او اكتر، فانت بتعذب الناس وبتعذب نفسك. تمام كده، يبقى ده كل اللي انا عملته. طيب كلام جميل، تعال نجرب بقى ايه ندست الكلام دوت. الاول عشان تعمل ريبوزيتوري، عشان تعمل يام سيرفر، فانت اكيد اكيد من غير اي نقاش انت محتاج على اليام سيرفر الموجود هنا ده تعمل ايه؟ تجيب باكجز، صح؟ ومحتاج تهوست الباكجز دي عن طريق اف تي بي او عن طريق اتش تي تي بي او باي شكل باي صوره ما، المهم تعمل لها شير للكلاينت. خلاص فتعال نعمل الاول، تعال انستول كده اي ويب سيرفر او اي اف تي بي سيرفر، ها زي ما انتوا عايزين مفيش اي مشاكل. محتاجين تعملوا السيرفر ده يشير عن طريق ايه؟ ها في اف تي بي او اتش تي بي، تعال نجرب كده بسرعه عن طريق اف تي بي مثلا. ممكن اقول له كده يام انستول فيري سكيور اف تي بي دي، ده اسم الباكج بتاع الاف تي بي. اهي ادي الباكج بتاع الاف تي بي، هعمل لها انستول، حجمها صغير جدا حوالي 160 كيلو تقريبا او 170 كيلو، مش تاخد مننا حاجه.
ها امبورت الكي بتاع سنتوس، مفيش مشاكل. الحاجة اللي بعد كده هقول له كده سيستم كنترول ستيتس في اس اف تي بي دي، بيقول لي ان هي ديسيبلد وان هي ايه كمان، ها ان اكتف. فانا المفروض اقول له ايه؟ سيستم كنترول انيبل في اس اف تي بي دي وسيستم كنترول ستارت في اس اف تي بي دي. بعد كده سيستم كنترول ستيتس في اس اف تي بي دي بقت راننج اهي وبقت اكتف كمان، وده شيء ممتاز. خلاص كده، بس عشان ما اعذبش نفسي كمان هعمل كده يم انستول باش كومبليشن. الباكج دي زي ما قلت لك قبل كده ان هي بتعمل اوتو كومبليت للكومنتس بتاعتك. خلاص تعالى هنا كده كمان واقول له يم، ممكن استخدم اوبشن داش واي اسهل لي. واي معناها بي ديفولت الكومنتس بتاعتك او الانسر بتاع الكومنتس بتاعتك ليس، بدل ما كل شويه يقعد يكونفيرم منك ويقعد يعذبك. خلاص، فاي امر او اي حاجه بيسالك عليها يس ولا نو اوتوماتيك بديفولت اليس. ماشي، يم داش واي انستول باش كومبليشن. بعد ما عملت انستول باش كومبليشن تعال اعمل لوج اوت ولوجن مره تانية عشان يلود البروفايل فايلز، ويبقى انت كده قادر تعمل اوتو كومبليت بدل ما احنا معذبين نفسنا. الحاجه اللي بعد كده عشان تبدا تشتغل والدنيا عندك تبقى تمام، انت محتاج تعمل ايه؟ ها، محتاج باكجز تكون موجوده عندك، وهتاخد الباكجز دي تعمل لها هوست في الاف تي بي سيرفر. ماشي كده، الاف تي بي بيهوست الملفات بتاعته من فار اف تي بي باب، ده المكان اللي الاف تي بي بيسيرف الفايلز للمستخدمين. فانا ممكن اعمل ايه؟ ها، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد ملفات الار بي ام اللي موجوده على الاسطوانه بتاعت ريد هات احطها في المكان دون، يبقى كده بقت هوستد للمستخدمين، لليوزرز او الكلاينتس اللي موجودين عندك. تمام كده، فتعالى نروح للمكنه اللي اسمها سيرفر دي. فين يا سيدي فين؟ تعال نروح للديفايسز هنا. ماشي، انا عندي بس ملفات الار بي ام اللي موجوده هنا، ملفات الار بي ام اللي موجوده هنا شوز ديسك اور ديسك ايمج. ملفات الار بي ام كلها عباره، طيب عايزين نجيب ملفات الار بي ام كلها اللي موجوده من سنتوس. للاسف كانت النسخه اللي انا منزلها دي كانت المينيمال انستوليشن، فمش هتلاقي فيها ملفات ار بي ام كتير، بس تعال نجرب كده. هي اصلا كونكتد، تعال نشوف هنا كده في ملفات ار بي ام ولا لا. الاول ماونت كده على السيرفر، ماونت ديف سي دي روم ام ان تي ال اس ام ان تي باكجز كده. ممتاز جدا، عندي ملفات، ها عندي ملفات ار بي ام موجوده هي، عندي ملفات ار بي ام موجوده هي. فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اعمل كده، ممكن اقول له سي بي داش ار ام ان تي باكجز واحطها في فار دبليو دبليو دبليو، اسف بلاش دبليو دبليو دبليو، احطها في فار اف تي بي باب. تمام، فكل اللي انا عملته خدت ملفات ايه؟ ملفات الار بي ام من الاسطوانه بتاعت ريد هات. ليه لو عملت ال ان داش اس حاجه سيئه جدا؟ لسبب واحد، ان انا دلوقتي واخد الملفات من الاسطوانه، فلو انت عملت ريبوت للمكنه ايه اللي هيحصل؟ الاسطوانه بتاعتك دي هتبقى ان ماونتد، صح؟ فلو السيرفر اتعمل له ريبوت لازم ترجع كل مره تعمل ماونت بايدك، فالموضوع بيكون عذاب شويه. ممكن تعمل لها سوفت لينك في حاله، في حاله تانية ان الملفات دي موجوده على ان اف اس سيرفر. لو موجوده على ان اف اس سيرفر فبيبقى الدنيا يعني اسهل شوي شويتين ثلاثه كمان. تمام كده؟
طيب كلام جميل. طبعا ده لا يمنع ان انت ساعتها هتروح للاي تي سي اف ستاب وتقول له اي تي سي اف ستاب كل مره بتعمل ماونت، اسف كل مره بتعمل ريبوت اعمل لي ماونت لمين؟ للفايل ان اف اس فايل سيستم ده. ده اكيد يعني حاجه مش محتاجه نقاش. خلاص كده؟ طيب تمام. الحاجه اللي بعدها، فاكر لما قلت لك كمان في خطوه بس واحده لسه ناقصه اللي هي ايه؟ فاكر لما قلت لك هنا ان اليام سيرفر ده اللي موجود عليه عباره عن باكجز زائد الميتا داتا بتاعتها؟ فاكر لما قلت لك المصطلح ده؟ ها الميتا داتا فاكر؟ طيب دلوقتي احنا عملنا الخطوه الاولانيه، عملنا الباكجز او عملنا هوست للباكجز في الاف تي بي، فضلنا حاجه واحده بس ان احنا نكريت الميتا داتا بتاعت الباكجز دي. طب عشان تكريت الميتا داتا بتاعت الباكجز دي لازم تكريت ملفات الاكس ام ال اللي فيها، اللي هيكون فيها كل معلومات الباكجز دي. طيب هتعملها ازاي؟ هتحتاج تنستول باكج اسمها كرييت ريبو. كرييت ريبو دي عباره عن باكج كل وظيفتها في الحياه ان هي تساعدك تكريت ملفات الاكس ام ال اللي هيكون فيها كل معلومات الباكجز. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده عملنا انستول للباكج دي. الخطوه الاخيره ان انا كريت ملفات الاكس ام ال فعليا بقى. هقول له كده كرييت ريبو، ممكن استخدم معاها اوبشن اسمه في فيربوز عشان يوريني هو بيعمل ايه. خلاص لفار اف تي بي باب باكجز، ده المكان اللي فيه الباكجز بتاعتي، ده المكان اللي فيه الباكجز بتاعتي. وتعالى كده بص بيعمل ايه، هيبدا يبص على كل الباكجز الار بي ام اللي موجوده عندك ويبدا يكريت ايه ليها. ها هيبدا يكريت الميتا داتا بتاعت الباكجز دي، شايف؟ طيب نتج الامر دون ايه اللي نتج عن الامر ده؟ تعالى نروح نشوف كده ايه اللي نتج عنه. var ftb pub كده بص لي كده ايه اللي اتكريت. هتلاقي في دايركتوري لسه متكريته حالا اهي، شايف؟ هتلاقي حتى الوقت بتاعها مختلف عن بقيه الباكجز اهي، اسمها ريبو داتا. خلاص تعالى كده نخش جواها. بص ايه اللي اتكريت جواها اهي، ملفات الاكس ام ال اللي قلت لك عليها. تمام كده؟ يبقى انا كده بالنسبه لي الايه السيرفر ايه اللي حصل له؟ ها شبه خلص خلاص. ايه اللي خلاني اعمل اف تي بي تاني؟ اهو ارجع تاني كده، لازم السيرفر ده يشير الملفات للمستخدمين للكلاينتس، صح؟ بكل بساطه. طب الكلاينت اللي عندك ده لازم ياكسس الاف تي بي سيرفر. طب الراجل ده يعمل له شير ازاي؟ ما هو لازم يكون في بروتوكول يخليه اكسس الملفات. والله عندك ممكن تستخدم اتش تي تي بي او ممكن تستخدم اف تي بي، ما حدش ضربك على ايدك يعني، ممكن تستخدم الاثنين، ممكن تستخدم الاثنين. تمام كده؟ براحتك يعني. ما انا قلت في الاول انت محتاج تشير الملفات للمستخدمين، تشيرهم ازاي بقى؟ والله اي بروتوكول يعجبك، اي بروتوكول يعجبك. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. الخطوه اللي بعد كده، يبقى احنا كده بالنسبه لنا السيرفر خلاص انتهى، انا فاضل بس اتستم الكلاينت اشوف هل الكلاينت يقدر ياكسس الملفات دي ولا لا. انا محتاج بس اجرب من الكلاينت اشوفه يقدر ياكسس الملفات دي ولا لا. فانا ممكن اجي هنا كده واقول له اف تي بي اليوتيليتي بتاع الاف تي بي كلاينت مش موجوده، مش موجوده على الكلاينت ماشين، الاف تي بي كلاينت مش موجوده على ها الكلاينت ماشين. فانا ممكن اعمل لها انستول كده يم انستول اف تي بي، ده الكلاينت باكج وليس السيرفر باكج، خليك فاكر الحكايه دي. ده كوماند لاين يوتيليتي عشان تجرب الاف تي بي سيرفر. ها ممكن اقول له كده اف تي بي المكنه الاي دي بتاعها 192.168 كان كام هنا؟ واحد وعشرين مئة ثلاثة وثلاثين. بص لي كده بيقول لك ايه نور اوت تو هوست، ده معناها
انه مش قادر يكونكت على المكنه ديت، طب تقدر تبنج على المكنه دي؟ اه ده بيقدر يبنج. قال لا، امال ايه نور اوت وبوست ديت؟ ده معناها الاف تي بي بتاعك مش اكسسبل، ده معناها ان الاف تي بي بتاعك مش اكسسبل. خلاص كده، هنا في مشكله عندي، هنا في مشكله عندي. ها طيب تعالى كده، واحد بيقول استارت الاف تي بي، كنا اقول له كده سيستم كنترول ستاتس في اس اف تي بي اف تي بي دي. بص لي كده بيقول لي ايه، اكتف وراننج. طب تعالى هنا كده واقول له اف تي بي، برضو الباكج مش موجوده هنا. تعال نجرب من السيرفر نفسه اشوف، ها هل هو قادر ان هو يكونكت على نفسه ولا لا. خلاص يم انستول اف تي بي، ها اف تي بي 168.21.133. بص لي كده، ها قدرت اعمل لوجن مستخدما الانونيمس يوزر، خلاص من غير باسورد خالص. لو جيت اقول له كده ال اس، طيب سي دي كده باب، الله سي دي باكجز، ادي كل ملفات الار بي ام اهي. معنى كده ان في مشكله عندي على الكلاينت، الكلاينت قادر اكسس. ها تفتكر المشكلة فين؟ ها نورا وتو هوست. تعالى كده، هل الفاير وول بتاعي شغال هنا؟ تعالى كده نتأكد. بص لي ايه اللي حصل عندك، انا عندي السيرفيس اللي اسمها فاير وول دي موجوده، خلاص معنى كده ان الفاير وول بتاعك اب اند راننج، الفاير وول بتاعك شغال. لازم تروح للفاير وول كده تقول له لو سمحت عدي لي البورت ده، اسمح ان في يوزرز من بره يكونكت على المكنه دي على البورت ده. خلاص طيب ممكن اقول له كده فاير وول داش سي ام دي، لسه هنتكلم على الفاير وول بالتفصيل الممل بالمناسبه، بس مؤقتا ممكن نعمل الامر ده عشان نقلو البورت ده. داش داش اد سيرفيس اف تي بي، خلاص كده. ممكن اقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش ليست اول. تعالى كده عندي، بص ايه اللي قلاود دلوقتي، اللي قلاود الاف تي بي مع الاس اس اتش، وطبعا الدي اتش سي بي قلاود، ممتاز. فاحنا كده خلينا الفاير وول يعدي الاف تي بي. طيب خليك فاكر بس دايما اي حاجه بتعملها مع فاير وول دي تتعمل دلوقتي حالا، لو عملت ريبوت ايه اللي هيحصل للكلام دون؟ مع السلامه. فانت لازم تقول له سيف الكلام دون، لازم تقول له سيف الكلام ده. فانت ممكن نفس الامر تعمله بس تقول له كده بيرمننت، بيرمننت معناها حتى لو عملت ريبوت هيفضل كل اللي انت عدلته ده موجود. تمام كده، ممتاز الحمد لله. تعال نجرب مره تانية كده، بص لي ايه اللي حصل. انا مش هلوجن كروت، انا هلوجن كانونيمس يوزر من غير باسورد. ها هل دلوقتي انا قادر اشيل ملفات الار بي ام؟ هل قادر اشوفها؟ ها ممتاز كده، انا ككلاينت قادر اكسس مين؟ ها قادر اكسس السيرفر، معناها ان انا كده بقيت جاهز ان انا استخدمه كيام سيرفر بالنسبه لي. انت تسيب بورت مفتوح مؤقتا، بس احنا سايبين البورت مفتوح لاي حد جه للاف تي بي. لما نيجي نتكلم على الفاير وول دي هنتكلم ازاي نقلو لصبنت معينه بس. عاده هتقلو اللوكال سبنت بس، الناس اللي معاك في نفس الشركه
او في نفس المؤسسه بتاعتك هم اللي يكونكت عليك، بس مش هتسيب الدنيا مفتوحه كده. احنا حاليا عملنا لو لاي حد جالي السيرفيس دي، بس مش فارق معانا، خصوصا ان احنا مش بنهوست حاجه مهمه جدا، احنا بنهوست ملفات ار بي ام موجوده حتى على الانترنت، موجوده في اي مكان، فمش فارق معاك في اي حاجه. تمام؟ فلو واحد دخل هياخد ايه يعني؟ هياخد ملفات ار بي ام تمام موجوده على الانترنت اصلا. طيب ممتاز، نرجع بقى للكلاينت. عشان اكونفيجر الكلاينت يبقى كده، نرجع تاني الجزء بتاع السيرفر ده كله كده، الجزء بتاع السيرفر ده كله هنا ده كده كومبليتد، فاضل لي هنا اليام كلاينت. باقي بس اقول اليام كلاينت، يا يام كلاينت انت المفروض تروح تاخد ملفات الار بي امز بتاعتك منين؟ من السيرفر. طيب الكلاينت عامل كونفيجر للكلام ده فين؟ عامل كونفيجر للكلام ده في اي تي سي في يام دوت ريبوز دوت دي. دايما دايما خليك فاكر الدايركتوري دي هي للكلاينت، بتسيت اب الكلاينت انت تقول له فين ملفات الار بي امز، واي ملف هنا لازم يكون امتداده دوت ها دوت ريبو. خلاص كده ها، لازم امتداد الملف الدايركتوري دي يكون امتداده دوت ريبو. باي ديفولت سنتوس اصلا لما احنا عملنا له انستول، سنتوس عمل ايه؟ ها كريت لك ملفات ريبو عشان يخليك تداونلود من موقع سنتوس مباشره. فانا مش محتاج الملفات الريبوز دي دلوقتي، هعمل لها موف كده. انا عايز اجرب اللوكال سيرفر بتاعي اللي انا لسه عامل له انستول دلوقتي. موف استريك تريبو احطها في سلاش روت كده. انا الدايركتوري دلوقتي عندي فاضيه مش فيها اي حاجه، تعالى كريت ريبوزيتوري بتاعتي الخاصه بيا فيم، وتعالى اسميها لوكال سيرفر دوت ريبو، وتعالى نحط فيها ايه الحاجات بتاعتنا. اول حاجه تعالى نعرف ايه، تعالى نعرف السيرفر بتاعي، تعالى اديله كده ايدنتيفاير كده ايدنتيفاير، وهسميها او هسميه لوكال سيرفر. خلاص كده تعالى اديله اسم كمان، الاسم بتاعي ممكن اقول له كده لوكال يام سيرفر. الحاجه اللي بعدها هقول له البيز يو ار ال. البيز يو ار ال ده العنوان اللي ملفات الار بي امز موجوده فيه، موجوده على اف تي بي 192.168.21.133/pub/packages. خليك فاكر لما كانت موجوده في الدايركتوري اسمها باكجز دي البي كانت كابيتال. ماشي. طيب الحاجه اللي بعدها تعدلوا بقى شويه بارامترز، مثلا زي هل هي انيبلد. انيبلد القيم اللي عندك حاجه من اتنين، يا اما بصفر يا اما بواحد. لو بصفر معناها ان الريبوزيتوري دي ديسيبلد، معناها ان ولا كانك عملت كونفيجر لاي ريبوزيتوري هنا، كانك ما قلتش للكلاينت اي حاجه اساسا. لو قلت له بواحد معناها ان هي انيبلد، ففي حاله انا هخليها انيبلد. الحاجه اللي بعدها جي بي جي تشيك. فاكرين فاكرين لما كنت بقول لك الباكج بتعمل لها ساين عن طريق الفندور بتاعك؟ ايوه مظبوط. خلاص كده برضه القيم بتاعته يا اما بصفر يا اما بواحد. لو بصفر معناها ما تعملش تشيك، لو بواحد معناها اعمل تشيك. طبعا السيناريو الايديال سيناريو ان انت تخليها بواحد، لكن في حالتي انا هنا ها ممكن اخليها بصفر. ماشي. طيب لو عايز تخليها بواحد ساعتها ممكن تعمل ايه؟ ساعتها ممكن تروح تاخد الكيز بتاعت سنتوس ها وتعمل ايه؟ وتعمل لها هوست في الاف تي بي نفسه. يعني ممكن تعمل كده اهو اي تي سي يام نو خليها لي كده اي تي سي ار بي ام جي بي جي. ادي الكيس بتاعتي اللي موجوده عندي، وتعالى احط لك الكيس دي في فار اف تي بي باب.
اهيا والله. عايز تاخد الكيس دي، عايز تعمل لها انيبل، تعالى كده، تعالى الحاج ده خليها بواحد، وهقول له جي بي جي كي موجود على اف تي بي 192.168.21.133 سلاش باب سلاش الملف ده كان اسمه ار بي ام، احنا نسينا ناخد الار كوبي اهو، ادي كل الحدود. يبقى لو انت قلت له enabled لازم تقول له فين ايه؟ ها؟ فين ملف الكي؟ فاكر؟ بالمناسبة ده نفس الحاجة اللي لو جيت تبص كده شفت فاكر الملفات اللي سنتوس كان عاملها لك؟ هتلاقيها نفس الحكاية. بص لي كده الجي بي جي كي بيقول لك فين؟ موجودة عندك على اللوكال فايل سيستم، لأن سنتوس كان عامل لها انستول عندك على اللوكال فايل سيستم. ما علينا، نرجع تاني لموضوعنا. أنا كده أرجع تاني للملف اللي أنا كنت عامله، يعتبر شبه خلصت على الكلاينت. ماشي، تعالى الأول، تعالى كده هيقول له يم كلين اول، بعد كده تعالى كده يم سيرش فاي، يم سيرش فاي، وتعالى هات الكلام ده كده على لس الأول، يم كمان ريبو ليست. بص لي كده بيقول لك أنا بجيب من أنهي ريبوزيتوري دلوقتي؟ شايف؟ ها؟ الريبوزيتوري الأي دي بتاعها اسمه لوكال سيرف، واسم الريبوزيتوري إيه؟ طب بص لي كده الستيتس بتاعتها، في كام باكج فيها؟ ها 347 باكج. ها؟ إيه رأيك؟ فكده الكلاينت قادر يشوف مين؟ قادر يشوف السيرفر. طيب الحاجة اللي بعد كده يم انستول مثلا اكس اف اس بروجز كده انستول. طب تعالى هنا كده يم تعالى يا سيدي نعمل ايه؟ يم انستول تي زد داتا، تعالوا كده نجيب ده باكج. طب تعالى يم ريموف تي زد داتا، لا ما نقدرش نشيلها، نوضح ان على ديبندنسي كبيره جدا. طيب مثلا تعالى نشيل فين فين فين، اي باكج هنا ملهاش لازمه، سودو مثلا، تعال نشيل سودو دي مش محتاجينها. يم ريموف سودو اهي، خلاص ممتاز، شلنا الباكج دي. بص انا كده عند الكلاينت دلوقتي، عند الكلاينت يم انستول سودو. هل هقدر انستول من السيرفر دلوقتي؟ تعال نجرب كده. ها بيقول لي عايز تعمل داونلود للباكج دي، هقول له ايوه. ها قدر يعمل انستول؟ قدرت تعمل انستول دلوقتي؟ ها ايه رايك؟ خليك فاكر الريبوزيتوري بتاعت اللي انا جايب منها اللي هي مين؟ لوكال سيرف دي. ها واضحه الحته دي؟ واضحه الحته دي؟ طبعا يعني معلش ما في حاجه احنا عاملينها غريبه جدا، اللي هي الريبوزيتوري كلها 300 فايل يعني، او 300 ار بي ام باكج، يعني ما شفتش انا في الواقع بصراحه حد بيعمل ريبوزيتوري 300 باكج دي خالص. عاده اللي شفته الناس بتعمل ايه؟ ها بتعمل سينك للبابليك ريبوزيتوريز اللي موجوده، ممكن تلاقي عليها وليكن 25000 باكج مثلا او 20000 باكج، يعمل لها داونلود على سيرفر واحد اول مره، بس بتاخد معاه وقت كبير جدا. بعد كده ها بيعمل لها سينك كل فتره تمام، وينزل الباكجز الجديده، وبعد كده يعمل ايه؟ كل شويه، كل اسبوع مثلا، مش كل اسبوع، كل يوم، كل ما يعمل سينك للباكجز يعمل ايه؟ كرييت ريبو من اول وجديد عشان يكريت ملفات الاكس ام ال مره ثانيه.
خلاص. بعد كده لو عنده 100 سيرفر بيخلي 100 سيرفر يبصوا على اللوكال سيرفر اللي هو عليه الباكجز دي، بدل ما ال 100 سيرفر كلهم يطلعوا على الانترنت وكلهم يقعدوا يعملوا داونلود، فانت تعمل داونلود لنفس الباكج 100 مره، لا اعمل لها داونلود مره واحده. طبعا اول مره خليك مقتنع تماما ان هو هينزل كل الباكجز المره الاولى، فهتاخد وقت طويل شويه خلاص، وهتاخد باندوتس عاليه شويه. بعد كده بعد اول مره يعني ما تتوقعش ان الديفلوبرز كل 5 دقايق يعني بينزل لك نفس الباكج، يعني عاده الباكج بتاخد ايام بل ممكن احيانا اسابيع بل شهور عشان يتعمل لها ابديت. ماشي. ها واضحه الحكايه دي؟ واضحه؟ زي الفل. يبقى احنا كده عملنا اليام كلاينت، عملنا اليام سيرفر. ايه تاني؟ تعال نجرب السورس انستول بقى، السورس انستول، وتعال نعذب في السورس انستول دول، تعال نعذب نفسنا شويه. السورس كود انستوليشن، ودي واحده من اكتر الحاجات اللي فيها عذاب. يعني ليه من اكتر الحاجات اللي فيها عذاب؟ تعال نروح على السيرفر ده. شكرا يا سيدي. لان لو انت عندك باكج نازله سورس كود عشان تعمل لها او عشان تعمل لها انستول، فانت عاده محتاج تعمل لها ايه؟ الاول تجيب الباكج تعمل لها داونلود، بعد ما تعمل لها داونلود اعمل لها اكستراكت، ولحد دلوقتي ما فيش حاجه جديده. بعد ما تخلص دول تبدا تعمل ايه؟ ها بعد ما تخلص دول الاول اعمل لها كومبايل خلاص، بعد كده اعمل لها انستول. قبل ما تعمل لها كومبايل بقى لازم تتاكد ان السيستم بتاعك كونفيجرد او يقدر ان هو يقدر يعمل لها كومبايل، فانت هتضطر تعمل خطوه هنا كده اسمها دوت سلاش كونفيجر. دوت سلاش كونفيجر دي خطوه رئيسيه عندك بتاكد لك ان الباكجز اللي موجوده عندك تقدر تستخدم او تقدر تستخدمها عشان تقدر تعمل كومبايل للباكج دي، لان الباكج دي ممكن تكون طالبه مثلا لايبراري اسمها لب سي مش عارف الفيرجن بتاعتها 2.6 على الاقل، بس النسخه اللي موجوده عندك حاليا 4.3، فلازم لازم تعمل لها كونفيجر عشان تتاكد ان النسخه اللي موجوده عندك دي تقدر ترن او تقدر تعمل كومبايل للباكج دي. خلاص كده؟ ها واضحة؟ تعال نجرب كده، تعال نجرب، تعال نجيب كده أي باكج سورس كود ونحاول نعمل لها انستول عندنا. فين يا سيدي فين؟ تعالى كنا نجرب كده على UFDB جارد. ده يو ار ال فلتر لسكويد. خلاص كده تعال نعمل داونلود للحاج ده. يو اف دي بي جارد لحسن الحظ ها عنده ار بي ام باكجز دلوقتي. سلام، ممتاز والله. من فتره ما كانش عنده، ها ما كانش عنده باي باكجز. تعالى احنا دلوقتي نداونلود السورس كود. الاول احنا مش محتاجين اصلا داونلود ده على الماك، احنا محتاجين داونلود ده على لينكس. فانا ممكن اجي هنا كده واقول له ايه، تعالى يا سيدي هنا كوبي لينك ادرس هنا. تعالى يا وحش نعمل ايه على المكنه اللي اسمها سيرفر دبليو جيت، مش انستول، تعال انستول دبليو جيت. يام انستول دبليو جيت. تعال نعمل لها داونلود كده. اتعمل لها داونلود اهي. تعالى كده نعمل تار اكستراكت فيربوس فايل زد.
للباكج دي. اهو هتلاقي عندك شويه سكريبتات موجوده، هتلاقي عندك شويه سكريبتات موجوده. المفروض دبليو جيت دي باكج بتسمح لك تداونلود من التيرمينال، بدل ما تكون عندك جرافيكال يوزر انترفيس تعمل انستول وبعد كده تعمل كابل الملفات تنقلها من مكنه لمكنه وتقعد تعذب نفسك. دبليو جيت دي باكج او تول بتستخدمها عشان تداونلود من الكوماند لاين. خلاص كده؟ هتلاقي عندك شويه باكجز هنا، اسف شويه سكريبتس هنا، هتلاقي عندك شويه سكريبتس اهي. واحده منهم اسمها كونفيجر. كونفيجر دي للاسف ممكن تعذبك وانت بتجرب. عاده مش عاده، بنسبه 99% اي سورس باكج هتلاقي معاها حاجه اسمها ريدمي فايل. المفروض تقرا الريدمي فايل ده قبل ما تعمل اي حاجه، المفروض يعني. خلاص، عشان لو في حاجات ريكوايرد عندك ها تحاول تعمل لها داونلود قبل ما تبدا او تعمل اي حاجه. هنا بكل بساطه بيرزعك على وشك كده وبيقول لك ايه، روح اعمل داونلود للريفرنس مانيوال. ربنا يديك الصحه بقى. ماشي، فيعني حاجه عذاب يعني. المهم تعال نجرب كده نعمل ايه. المفروض في الطبيعي ريدمي هيكون موجود فيها كل حاجه، بس حاليا بيقول لك روح داونلود الريفرنس. فتعالى كده نبدا نكونفيجر الباكج دي، تعالى كده نشوف السيستم بتاعي اصلا هل هو يقدر. اول حاجه طلع في وشك قال لك شيكينج فور جي سي سي اللي هو الجنو سي كومبايلر مش موجوده. تخيل الكومبايلر اصلا مش انستولد عندي. فمن الاول كده زي ما بقولوا كده اول قصيده كفر يعني. تعال انستول يا عم الجي سي سي، يم انستول جي سي سي. لو انت فاكر الجي سي كان الجنو سي كومبايلر، فاكر؟ يلا يا سيدي. لحسن الحظ النهارده العالم مش بيداونلودوا اي حاجه، فانا تقريبا بداونلود على 2 ميجا بايت في الثانيه او حاجه كده يعني 16 ميجا بت تقريبا. تعال نجرب نفس السكريبت مرة تانية وتعال نشوف كده هل نقدر نعمل لها كومبايل دلوقتي. هل السيستم بتاعي يقدر يعمل لها كومبايل؟ بص لي كده طلع كده قال لي ايه، قال لك في باكج تانية لسه ريكوايرد عشان تعمل كومبايل. يا دين النبي، كمان مرة يام انستول لب بي زد 2. بيقول لك مفيش حاجة عندك اسمها لب بي زد 2. طيب يام search bz2 gzip2 كده.
بي زد 2 لا مش دي يام لا بدل ما اعذب نفسي كده تعمل كومبايل مرة تانية مين الباكج اللي بتجيب لب بي زد 2 يام هو بيقول لك بيسجست عليك او بيقترح عليك اسماء الباكجز دي خلاص ممكن اقول له كده موجود عندي اهون طبعا ده من الديفلوبرز بيحاولوا يسهلوا عليك الليله يعني جميل دوت سلاش كونفيجر مرة تانية تعال نرن السكريبت مرة تانية يا عبد الحاج طلع لك مرة دي خازوق وقال لك في مشكلة تانية في باكج كمان لسه ناقصة يام انستول زي لب داش ديفل انا بس بوريك كمية المعاناة اللي انت ممكن تعانيها عشان تكمبايل باكج حجم المعاناة فدخل عملية الار بي ام او اليام دي عملت لك ايه او سهلت عليك الدنيا ازاي كمان مرة لسه في عندك مشكلة يام انستول كمان مرة مش موجود حاجة اسمها كريبتو ديفل طيب اوبن اس اس ال كده داش ديفل عندي هنا حاجة عندي ديفل اهي اوبن اس اس ال ديفلوبمنت ديفلوبمنت باكج بتاع الاس اس ال ده شيء ممتاز ان هي موجودة تخيل بقى تخيل حجم المأساة اللي انت فيها ودي باكج واحدة بس يعني كل اللي انا بعمله انستول ده هي عبارة عن باكج واحدة بس خلاص كده دوت سلاش كونفيجر تخيل حبيت عشان اعملها عملت انستول لكام حاجة عندك المرة دي الحمد لله الحمد لله بيقول لك في كمان عندك مشكلة او هو بيقول لك ممكن يكمل ها الانستوليشن عندك اهو كل الكلام ده اتكريت من غير اي مشاكل المرة دي بس مطلع لك شوية تحذيرات يعني حتى الباكج دي ممكن اعمل لها انستول وان الباكجز دي كمان لسه مش موجودة ان اس لوكاب حتى مش موجود وهوست مش موجود دبليو جيت موجود جي دي بي مش موجود الجنوم ديباجر مش موجود اساسا خلاص فانا ممكن اجي انستول الباكجز دي ممكن اجي هنا كده واقول له يام انستول او الاول مين اللي بيديني الباكج دي يام بروفايد ان اس لوك اب تخيل بقى تخيل انت لو بتعمل او كومبايل لكل واحده لوحدها على جنب ربنا يديك الصحه عليهم يعني الباكج بتاعتي اسمها بند ذا يوتيلز يام انستول بند يوتيلز جميل روح يا عم اعمل لهم انستول هما كمان كونفيجر مرة تانية ها هل لسه في اي وورنينجز او ايرورز موجودة؟ تعال نطلع كده نشوف بيقول لك ان بي ستاك مش موجود طيب يام بروفايد بي ستاك ده جاي من الجي دي بي يام انستول
جي دي بي الجنوم ديباجر. تعالى يا عم خلاص كمان مرة. ها هل لسه في اي warnings او errors هنا؟ ممتاز. تعال نطلع المرة دي كل حاجة تمام، ما عدا ان بيقول لك ان اليوزر بتاع اليو اف دي بي مش موجود فين؟ ها في اي تي سي باسورد، دي الحاجة الوحيدة اللي ناقصة. خلاص طيب احنا كده السيستم بتاعنا، هل السيستم بتاعنا يقدر يعمل كومبايل في الحاله دي؟ هل في اي حاجه ناقصه؟ اعتقد ان السيستم بتاعنا ايه، ها يقدر ايه يقدر يشتغل. طيب بعد كده عملنا كونفيجر، اتاكدنا ان السيستم بتاعنا جاهز بالباكجز اللي موجوده حاليا ان هو يقدر يعمل كومبايل. تعال نعمل كومبايل بقى، احنا كل ده لسه ما عملناش كومبايل، احنا كل ده بنتاكد ان السيستم بتاعنا جاهز ان هو يقدر يعمل كومبايل. تعال نعمل كومبايل بقى، تعال نعمل كومبايل، هيبدا يستخدم الجي سي سي عشان يحول السورس كود ده لايه، لباينري فايلز عندك اهون كده، والحمد لله ها اتعمل له كومبايل. عملنا كومبايل، ها المفروض نعمل انستول. هتعمل انستول، الانستول هيعمل ايه؟ الانستول هياخد الحاجات اللي انت عملت لها كومبايل ديا، هيعمل لها ايه؟ ها هياخدها الباينرز مش عارف يحطها فين، الكونفيجريشن يحطه فين، مش عارف ايه الفونتس يحطها فين، وهكذا. خلاص كده ماشي. ميك انستول كده بيقول لك عندك هنا مشكلة، بيقول لك عندك مشكلة لسه موجودة هنا اللي هي ايه، ان اليو اف دي بي جارد ماله، ميك انستول راح فين فين فين. بيقول لك ان اليو اف دي بي جارد ده اليوزر ده مش موجود اساسا. لو انت فاكر شايف، تعالى كده تعالى اوريك اوريك، كان في هنا وورنينج صغير كده بيقول لك راح فين اهو، بيقول لك the user UFDB wasn't found an ETC password. معنى كده ان انت المفروض كنت تعمل ايه، ها دوت سلاش الاول عشان تعملها، دوت سلاش configure داش داش help كده، وتعال نشوف ايه اللي موجود جواه. الكونفيجر بتاعتك فين، اليوزر بتاعك هي كونفيجر مع هيلب بريفكس مش عارف اكزك مش عارف ايه، وذ يو اف دي بي يوزر اهو، معنى كده ان انا كنت المفروض تروح الاول تعمل له ايه بكل بساطه، ها لازم تستخدم الاوبشن ده. خلاص فانا ممكن اقول له كده دوت سلاش كونفيجر خليه لي اسمه يو اف دي بي، يطلع لك بيقول لك ان اليوزر ده مش موجود، معنى كده ان جزء كونفيج كان ناقصك مش اوبشن. لا ده انت ممكن تقول له كده
يوزر اد يو اف دي بي. خلاص تعال نعمل كونفيجر مره تانية كده من غير اي حاجه ونشوف ايه اللي هيحصل. بص لي كده، ها هل طلع اي مشكلة؟ ما طلعش اي مشكلة، الحمد لله. تعال كده نعمل ميك كومبايل مرة تانية، بعد كده الخطوة الأخيرة هنعمل إيه؟ ها؟ هنعمل له ميك انستول، ميك انستول. ها قدر يعمل انستول دلوقتي؟ ها قدر يعمل انستول؟ أيوه. هتلاقي اليو اف دي بي جارد هنا اتعمل له انستول. فين يا سيدي؟ اللهم صل على النبي. فين فين فين؟ أهو في المكان ده. خلاص كده؟ ايه الفرق بين مي تاني؟ هخلص لك دلوقتي واقول لك ليه او ايه المفروض تعمله لما تيجي تعمل كومبايل. ماشي. راح فين؟ موجود في يوزر لوكال يو اف دي بي جارد. بص لي هنا كده، لما انت جيت عملت انستول عمل ايه؟ سي دي يوزر لوكال يو اف دي بي جارد. بص عمل ايه؟ عمل لك انستول لمين يا معلم؟ ها لليو اف دي بي جارد الباكج ديت. بالمناسبه يو اف دي بي جارد اسمه يو ار ال فلتر داتا بيس جارد. خلاص ده عباره عن باكج بتستخدمها عشان تخلي البروكسي بتاعك يعمل فلتر لليو ار الز بتاعت الانترنت. لو عندك شركه وعايز مثلا تبلوك كل مواقع البورن ولا مواقع مش عارف السوشيال ميديا ولا مش عارف مواقع الاخبار ولا ايه ولا ايه، بدل ما تقعد تعذب نفسك مع السكويد والسكويد في الحاجات حاجه زي كده بطيئه، يو ار ال او يو اف دي بي جارد ده فيري ويل اوبتمايزد ان هو يبلوك مليونز اوف يو ار الز. يعني ماشي، ملايين اليو ار الز ممكن يعمل لها بلوك وهيبقى سعيد جدا معاك من غير اي مشاكل. تمام كده. السكويد في حاجه زي كده، لو السكويد بيعمل لود لملايين اليو ار الز او بتعمل بلوك لملايين اليو ار الز، سكويد هيكون بطيء جدا معاك. فده الفرق بينه وبين سكويد. فانت ممكن تستخدمه مع سكويد، تخلي سكويد يعمل ريدايركت لليو ار ال، اسف للريكوست سلو، يساله الاول هل ده الاود ولا دينايد. ماشي. طيب كلام جميل. اتعمل له موجود انا اهون. لو جيت تقول له كده ال اس اي تي سي انت كده عندي انت دوت دي، بص لي كده اهو، وخد الملفات اللي انت حطها في مكانها وظبط نفسه بنفسه يعني. ماشي. ممكن اقول له كده سيرفيس يو اف دي بي ريستارت. خلاص بي اس اي يو اكس جريب داش اي يو اف دي بي. هل انا عندي اليو ار ال فلتر داتا بيس جارد ده شغال دلوقتي وشغال بصلاحيات انهي يوزر؟ اليوزر اللي احنا عملناه اسمه يو اف دي بي. يا نهار ازرق، تخيل انا ضيعت وقت قد ايه كل الوقت دوًا عشان انستول باكج من السورس. حاجة مأساة حرفيا، والله العظيم حرفيا مأساة. تخيل دي باكج واحدة بس، تخيل تخيل. خلي بالك ده احنا لما جينا اصلا عشان نحل المشكلة كنا بنستخدم اليام عشان يعمل لي انستول لباكجز، خدت بالك؟ كنت ممكن بكل سهولة ها تروح تعمل ايه؟ تداونلود ملف الار بي ام نفسه ويام لوكال انستول ملف الار بي ام ده، وانت بقيت كده في الامان يا معلم والدنيا معاك زي الحلاوه. خلصت الليله. ماشي تمام كده. ها وضحت. طيب كلام جميل. السؤال بتاعك سي ميك عادة بيستخدم مع الابليكيشنز المكتوبة سي بس. خلاص كده؟ ميك
عادة بيستخدم مع معظم السوفت وير. يعني لو عندك سوفت وير مكتوب سي، مكتوب بايثون، مكتوب مش عارف ايه، فبيكون معاه ميك سكريبت. سي ميك من اسمها يعني، اعتقد واضحه يعني. عادة بيحاولوا يعملوا تو سكريبتس بيعملوا نفس الحاجة. خلاص الاثنين بيعملوا ايه؟ كومبايل. خلاص اس او الملفات اللي بامتداد، في عندك نوعين من الملفات، الملفات اللي امتداد كي او اللي هي كيرنل اوبجكت، وعندك ملفات اسمها دوت اس او سيستم اوبجكت. خلاص ايه سيستم اوبجكت دي؟ او السيستم اوبجكت فايلز دي، تعالى كده لس، او بلاش لس، خليها لوكيت دوت اس او. عاده الاس او فايلز بتكون عباره عن لايبرريز السيستم بيستخدمها، عندك لايبرريز السيستم بيستخدمها عشان يعمل حاجه معينه. خلاص يعني انت عندك مثلا هنا لايبرري بتاعه الاي بي تيبلز بيستخدمها عشان يسيت الدي اس سي بي اللي هي بتاع الكواليتي اوف سيرفيس، ولايبرري بتاع التي او اس تايب اوف سيرفيس للكواليتي اوف سيرفيس برضه، وعندك لايبرري ثانيه موجوده هنا هي سيستم اوبجكت لايبرري عشان الكيوينج. خلاص للنت فلتر كيوز. عندك لايبرريز او سيستم اوبجكت لايبرري ثانيه زي شيلز، بام شيلز او سي لينكس بيرميت. خلاص دوت كي او الحاجات الامتداد دوت كي او بتكون كيرنل اوبجكت، ودي الكيرنل نفسه بيستخدمها. عادة الحاجات اللي بتكون امتداد دوت كي او بتكون مستخدمة مع الدرايفرز عادة. دوت اس او عادة برضو بتكون عبارة عن سيستم اوبجكت لايبرريز اللي السيستم بتاعك نفسه بيستخدمها عشان يعمل فانكشن معينة. خلاص تمام كده. الحمد لله الحمد لله، يعتبر خلصنا دلوقتي التراك الثاني. طبعا انا شفت حاجات من التراك الثاني للتراك الثالث، وفي حاجات نزلناها من التراك الثالث للتراك الثاني زي البيزك سوفت وير انستليشن بتاع السيرفيسز، وان احنا نستارت الكلام دون. بصينا بسرعه كده على امر واحد تبع الفاير وول دي، وده هيسهل لنا الدنيا ان شاء الله قدام. يعني خلاص ان شاء الله من اول المره الجايه هنبدا الايه التراك الثالث بتاعنا بقى. خلاص وهنحاول احنا ماشيين في السكه بقى كده ايه، نعمل مسح سريع على اي حاجه فاتت مننا ايه نظبطها في التراك ده. مش حاجات فاتت يعني، مثلا ان اف اس المفروض كنت شرحته في التراك الثاني، بس احنا كده كده اصلا نعمل ايه، ننستول ان اف اس سيرفر وان اف اس كلاينت تاني في التراك الثالث، فبدل ما اضيع لكم وقتكم خليتهم الاثنين مع بعض في التراك الثالث وخلاص. ماشي كده تمام. في حاجات ما كانش ينفع اقولها في التراك التاني بصراحه بصراحه يعني، لان انا كده بضحك عليكم. زي مثلا الكيك ستارت، كيك ستارت انا مخلي لي التراك التالت لان احنا هنحاول ننستول باكج عن طريق اتش تي تي بي او عن طريق الاف تي بي او عن طريق الان اف اس سيرفر، فعشان تعمل حاجه زي كده على الاقل لازم تكون خدت الان اف اس سيرفر الاول، الان اف اس كلاينت. فما رضيتش اقولها وانا مش راضي اقولها اساسا، لان عارف ان هي معتمده على حاجه تانية المفروض اخدها الاول. فبدل ما اخليكم قاعدين مش فاهمين اي حاجه من اللي انا بقوله وتقعدوا تسالوا اسئله سابقه لاوانها، لا خليها لما ناخد الحاجه دي الاول وبعد كده نرجع لها مره تانية. تمام كده. الفيديوهين اللي اتعملوا قبل كده رفعتهم، والله اترفعوا اخر فيديوهين اترفعوا. خلاص فاضل بس اعمل لهم بابلش، مرفوعين بقى لهم اسبوع تقريبا من اخر مره كنا موجودين، وما موجود يعني مرفوعين. هحاول ان شاء الله بقيه الفيديوهات ارفعها النهارده، ويبقى احنا كده جاهزين للتراك الثالث ان شاء الله. ماشي. محمد عايز امتحان، مش عارف انتوا عايزين امتحان قبل التراك الثالث. امبارح كان في ناس عايزين يكملوا تراك الكلاستر، دخلوا امتحان ولا واحد بعت لي الا اثنين، كان في تسعه تقريبا، سبعه هربوا ما حدش بعت فيهم اي حاجه للحل. حبوا يعملوا امتحان قبل ما يبداوا التراك، عملت لهم امتحان، سبعه هربوا واثنين هم اللي بعتوا النتيجه. محدش عبرني في الناس الباقيه، ولا حد حاول حد يكلمني اصلا على الفيس حتى ولا اي حاجه. ماشي مش عارف، عايزين تعملوا امتحان انا ما عنديش اي مشكله. ايوه بس انا عارف ان انت حسام يعني انت تحديدا انت لسه في التراك، انت لسه في التراك الثاني، فانت مش مطلوب منك اللي مطلوب منهم. يعني انا عارف ان انت لسه ايه، لسه قدامك شويه يعني.
انا بتكلم عن الناس اللي هم جايين المفروض ان هم جاهزين خلاص. طيب خلاص مفيش مشاكل، هعمل لكم بكره امتحان وانتظر الاجابات منكم، هعمل لكم امتحان على اللي احنا خدناه لحد دلوقتي يعني ال في ام ممكن اطحنكم فيه ريد تكريت ريبوزيتري عندك ان شاء الله ريبوزيتري باكج واحده بس. لا مش هعمله على الايميل، هعمله هنا، هخش 5 دقايق بالظبط اديكم الاسئله وتحلوها وترجعوها لي بعد 2 ساعة او بعد 3 ساعات، هعمل لكم امتحان ماشي، تبقوا جاهزين بكره ان شاء الله للامتحان. ممتاز ممتاز ماشي، استعدوا ان انا اخربكم بكره ان شاء الله. يلا نفس الميعاد بتاعنا ان شاء الله ماشي، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله وتصبحوا على خير. سلام عليكم.